كسيما مدحوينها أهنا مدحوينو كحيقين كدولد قبلات كبوتلان أحمد علمي اسمان كراش أياتن إيو مركي ولغ وريقي أود مدحوينها بوتلان وحا أوصو ساري وريك تديسي ووري سيساقو أقودوميها قبل كمدوك أمك عابي فايسال الشيق علي محمد كاس وبدلي قدوميها قبل كمدوك عبدالدیف موسی نور سنیره قدومیه هم مدحونه که حجین که حلقه که قاضی ایا کمی نقضی برلمان که کوبی تبناد سومالیا و حالا دربوا سو به حیور افتی منیا این مرکل قلاف سو کلا دحکلای مدحونه ها ایو که حجین کیسا و رکت دا ایو کسیمها مدحونه ها آهن مدحونه که حجین کبوتلان کسو سارای حیر کسیم مدحونه لامبر کیسیا سگاشانی سده ابریل لبعتنی آفر لبده کل لبی لبعتن که kuna saabsan magacaabida gudoomiyaha gobolka mudug xilka qaadista gudoomiyaha gobolka mudug iyo magacaabista gudoomiyaha cusub ayaa ku soo aaday xilli madaxweyne ku xigeenka Puntland mudane Crash uu shaaciyay in uu la wareegay awoodda madaxweynaha maadaama uu si ku meel gaar ah u gudan karin waajibaadkii dastuuriga ahaa dadka ayaa si weyn u hadal haya talaabooyinka xiga ee madaxweynuhu ku xigeenka qaadi karo maadaama uu ay jiraan مسؤولين بدن أو أيس كده عن وقتها كلا دون أو خلاف سواء كلا ده حجلي مدحونها يو كحجين كيسة حير كني وحاول دقن قليا مركو صحيح قسمها مدحونها أنا مدحون كحجين كبطلان وأنا صحيحي ما جعبست أقوه رئيسي وصم يوم مدحون كحجين كبطلان إدوان شجع إن أول وريج حلك مدحون نما إبطلان حل مدحونها بوتلان سعيد عبد الله الدني ومقدش أجو دور شطة مدحتني ماذا الصومالية قدوميها قبل كم دقوحة هري أمك عابي مدحونها مملكة بوتلان وحا أين مقا عابي استندن بكسو آذيسا حل وقلاف كدح جرو مدحونها يوكو حقين كيسا هرمود ADSL بلاس وأدوك عصوبو كو سهلية إناد كو حرناتو انترنت لحوار الديرية أفر يلاباتن كساعة كدرسو ADSL بلاس وحوكو سينا يا لاين دلاين اتكو لحريري كرتو اصحاب تادا قرابة دا اما اتكو فولين كرتو هولا حفيس كاگا كاس او اي لسعوتو دقيقة دا فريئة حرموين كالدوان او قيمة جبن يا انا تصفو ددوكو حولان كرتو حساب تادا موبايل كا وقار كمي دا فايدوين كا اديقا انترنت كهرمود ADSL بلاس قريقا حفيس كا اما حرون تشركة دادا استعمال ADSL بلاس وكو حرنو دوني دا